سارت الاستثمار والسلاح إلى ألمانيا. رئيس عبد الفتاح السيسي في مهمة شاقة وصعبة، مهمة فيها عناد أيضا، لأن البرلمان الألماني ليس على وفاق مع ما يجري في مصر. يمكن مش كل البرلمان الألماني، يعني رئيس البرلمان الألماني وعدد من أعضاء البرلمان، الصورة خاطئة التي تنقل عنا هناك، ضعف في الأداء الإعلامي للأسف الشديد، ضعف في التواصل. نريد المزيد من الجهد الإعلامي في الخارج، ونريد المزيد أيضا من الوفود الشعبية. يمكن كنت لسه بقول لحضراتكم المصريين الأحرار بعت وفد، يا ريت الأحزاب كلها تنقي ناس كده كويسة وبتفهم وبتعرف إنجليزي، وياخدوا دوكيمنت، ياخدوا معهم وثائق وصور ومستندات، ويطلعوا يتكلموا مع الناس هناك. مهم جدا جدا تغيير صورة مصر في العالم، تغيير مهم جدا وحيوي جدا. والحقيقة اللي عمله المصريين الأحرار بمبادرته لزيارة الناس في البرلمان الألماني وقيادات في البرلمان الألماني مهم جدا، وده دور مطلوب قوي، مش مطلوب بس بالتزامن مع زيارات الرئيس، لكن مطلوب في كل وقت. احنا الحرب علينا كبيرة، وبقائنا واقفين على رجلينا وعبورنا الاقتصادي هو أول مرحلة نعبر بيها سياسيا بقى وعسكريا وخدمات وشغل اللي احنا عايزينه، كل اللي بنحلم بيه. بس المهم صورتنا كمان تتغير في العالم. أنا يسعدني يكون معايا على التليفون من ألمانيا الأستاذ عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار اللي عملوا هذه المبادرة. أهلا بك يا أستاذ عصام. أهلا بك خالد، أهلا بك. لو تقول لي يعني فكرة رائعة، أنا يعني بعتقد أنه اللقاء مع ناس في البرلمان الألماني وشرح الموضوع دي مسألة مهمة جدا، لو تقول لنا فكرتوا في إيه ووريتوا لهم إيه عننا. تمام. احنا حسينا في الأول طبعا أنه في تقصير في أن احنا نوصل صوت سياسي للبرلمان، وخصوصا بعد التصريح اللي عمله رئيس البوندستاج. نعم. وكان في كان في لقاء النهارده مع فراو بولمان، هي نائبه رئيس البوندستاج، والحقيقه كان حوار جميل. هو كان في جزء منه هي بتتكلم عن اهميه التعليم. نعم. ولما جينا في الجزء السياسي ابتدت تقول ان احنا عايزين طبعا مهم قوي عشان نتغلب على العنف لازم يكون عندنا سياسه الاحتواء. نعم. واحنا برضو بننفض العنف، يعني الجزء السياسي في الموضوع انت عارف الكلام السياسي يعني. فانا رديت عليها قلت لها احنا اولا احنا جايين، احنا حزب سياسي مدني ليبرالي خرج من ثوره 25 يناير وتهمنا بدور كبير في ثوره 30 يونيو، يعني ما حدش هيزايد علينا ان احنا مع اي فصيل يعني. ولا مبارك ولا بتاع ولا بتوع حد. بالظبط كده. وقلت لها احنا عايزين بس نعرف اولا الجزء بتاع العنف، ايه تعريفك للعنف؟ لان انا الحقيقه هبعت لك بعض الوثائق والافلام وتفرجي عليها وهشوف ردك الكلام ده لو حصل عندك في المانيا هتعمل. والجزء الثاني قلت لها احنا الخلاف مش خلاف ان احنا بنقصي احد، ولكن الايديولوجيه بتاع الاخوان هي انه بيخلط الدين بالسياسه. نعم. وحين يختلط الدين بالسياسه سيفرض لينا على طول فاشيه دينيه بتكفر الاخر. نعم. طبعا انت عارف هم هنا عندهم حساسيه من كلمه الفاشيه يعني. نعم. الحقيقه انا استشفيت من كلامها ان احنا صوتنا مش بيوصل لهم خالص، لان هي واضح ان في حاجات بالنسبه لها، وده اللي قالته ان احنا بنسمع من تقريبا يعني ده كان كلام بنسمع من ناحيه واحده. وده بيلقي علينا عيب يعني، مش احنا بس كمصريين احرار لكن كل الاحزاب السياسيه، لانه هنا الحقيقه البرلمانات بتحب تتكلم مع احزاب. وكان برضو من ضمن كلامها انه طبعا لابد من سرعه البرلمان، وقلت لها احنا متفقين واحنا كحزب طبعا اي حزب عايز البرلمان بسرعه طبعا، وان كان في وعد من الرئيس انه البرلمان هيكون قبل اخر السنه. طب استاذ عصام، يعني ايه نوع الوثائق او الحاجات اللي شايف ان المفروض نديها لهم؟ يعني هل فيديوهات العنف، هل ورق، هل كتيبات مترجمه للتحريض على العنف في كتب الاخوان؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ حضرتك الجزء الاولاني خالد انه الافلام، طبعا الافلام اللي انا قلت لها انا مش هتكلم كتير لان الصوره بألف كلمه. وانت هتشوفي، لانه ده جزء طبعا مهم جدا الجزء بتاع الافلام الوثائقيه، واحنا عندنا حاجات يمكن حتى برضه في اجزاء عندها مش موجوده في الاعلام. يعني ما طلعتش في الاعلام يعني. واحنا حاليا بنعكف على ترجمتها بالالماني برضه والانجليزي. وطبعا مثلا البيان اللي طلع في الاخر بالتحريض على العنف ده هم ما يعرفوش عنه حاجه، مش سامعين فيه يعني طبعا، لان هم غالبا بيشوفوا الجزيره انجليزي، فالجزيره انجليزي ما بتجيبش الحاجات دي.
بالظبط، احنا عندنا تقصير رهيب في ان احنا نوصل صوتنا للخارج، احنا بنقعد نتكلم مع بعض في الداخل، وده الحقيقه في النظام العالمي الجديد ده ما ينفعش. صحيح. صوت خارج مصر ونوصل لهم الحقائق اول باول. وهنا برضو انا بلقي بالمسؤوليه على هيئه الاستعلام الحقيقه في مصر، لانها مش قايمه باي دور نهائي في هذا الموضوع يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نثبت، بنعمل اللي بنقدر عليه يعني في حدود الامكانيات بتاعتنا. استاذ عصام انا بشكرك شكر جزيل، لان ده دور مهم جدا وبيعالج خلل كبير جدا. نتطلع ان كل الاحزاب تبادر الى انها تروح كل حته، يعني روحوا يا جماعه مش بس مع زيارات الرئيس، لا اطلعوا اطلعوا وهاتوا الورق وهاتوا افلام وترجموها، اللي طالع فرنسا يترجم، وادوا نسخ من الحاجات دي لاعضاء البرلمان لصحف. صورتنا بره مهمه جدا جدا يا جماعه، جدا جدا. مش هيجي لنا استثمار، ولا هيجي لنا ناس تشتغل عندنا، ولا هيجي لنا معونات، ولا هيجي لنا اقتصادي الا عبر تغيير هذه الصوره. احنا الحمد لله محققين خطوات كبيره، لكن لسه كتير جدا، لان هم شغالين بعنف بعنف وبفلوس كتير جدا جدا. بشكر حزب مصير الحرار الأستاذ عصام خليل، برضو من ألمانيا معايا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اللي أيضا في الوفد المصري في برلين. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. إحنا كان معانا من شوية الأستاذ عادل حمودة من النهار هناك، وبيقول أن هذه الزيارة هي زيارة الاستثمار والسلاح. على صعيد الاستثمار وأنت رئيس اتحاد الصناعات، كيف ترى إيه الفرص اللي لينا في برلين؟ طبعا حضرتك الفرص يعني بالنسبه لالمانيا، المانيا بلد وعيده جدا في الاستثمار والصناعه بالذات. عندنا فرص كثيره ان شاء الله ان احنا نجذب استثمارات متوسطه وصغيره. عايزين نقول للشركات كلها ان هم يجوا، ايه التشريعات الجديده اللي تم، ايه فرص استثمار بالنسبه للشركات، يقدروا يلاقوا اماكن يستثمروا فيها. الشركات تساعدنا في التعليم الفني، الشركات تساعدنا في الاختبارات، في اعتمادات شهادات. انت محتاج حضرتك شريك فني قوي، شريك صناعي قوي. انت يا باشمهندس يعني في هذه الرحله اللي يعني هتبقى 48 ساعه 72 ساعه، عايز ترجع بايه بالظبط؟ يعني رايح اجندتك ايه وعايز ترجع بايه؟ بص حضرتك، احنا اكتشفنا في الاتحاد انه اللقاءات المباشره وفتح الحوار من اهم الحاجات اللي بتجذب الاستثمار. نعم. واحنا كنا لسه في سويسرا الاسبوع اللي فات، نفس الوضع مع اتحاد الصناعات سويسري، بنتكلم معاهم بنقول لهم اللي تم، بيتكلموا وبيسالوا، لازم نوضح لهم. بتجي لهم الرساله موجهه من طرف واحد. وللاسف في اعلام كتير عالمي يعني بيوصل الصوره بصوره خاطئه شويه. ما ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه. المميزات اللي اتعملت. احنا بنطلع كل شهر دلوقتي الى اتحاد صناعات مختلف، نتكلم معاهم نقول لهم اللي تم، بيسالوا، بنفتح حوارات، والحمد لله ان دايما بيجي رد فعل كويس. نبتدي يجهزوا للزيارات، يجيبوا شركات وبييجوا بعد كده يعملوا زيارات لمصر. يعني دي مش اول مره نيجي المانيا، احنا جينا قبل كده، بس طبعا زياره الرئيس تختلف تماما. كلنا وراه ان شاء الله في كل المجهودات اللي بتحصل ان شاء الله، وكلنا ورا مصر في اي حته هنروح ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه من المانيا. خدوا بالكم يا جماعة، مرة تانية بقول، وأنا اتكلمت في الحكاية دي قبل كده، ولو حضراتكم تفتكروا جبت لكم الصحافة العالمية وقعدنا ننتع الحقيقة في موضوع الإعلام برة. أنا رحت جرايد إنجليزي في زيارة صحفية، تدخل أقسم بالله مشغلين الجزيرة إنجليزي، لأنها بتدي لهم اللي هم عايزينه، كمان الدم بقى والعنف والصراعات والجو ده. فأنت الجزيرة الإنجليزي مسيطرة، خلينا نعترف بالحقيقة، يعني خلينا نعترف. هو بيجيب معلومات منين؟ من الجزيرة الإنجليزية. حتى القنوات العربية الأخرى المحترمة، العربية، سكاي نيوز، يعني وتوجهاتها التحرية والمهنية مرموقة، لكن برضو في نفس الوقت هو عايز الباد نيوز برضو. فأنت النهاردة هتقاومه ده إزاي؟ هتقاومه بالاتصال المباشر، هتقاومه بملفات، بفيديوهات، بشغل على الأرض يتعمل يتفسر الكلام ده. لأنه بصراحة كده، بصراحة الرئيس السيسي ومصر بتدفع فاتوره مش بتاعتها، بتدفع فاتوره صراع اقليمي رهيب، وبندفع بره من صورتنا للاسف. وبقولها اللي عايز بقى يزعل معلش يعني عشان نقول الحقيقه، لا اخطاء وممارسات بشعه، يعني لازم ناخد بالنا نحط الممارسات دي في حجمها.
النهارده ما يطلع تقرير مجلس قومي للحقوق الانسان يقول لك على حالات تعذيب وموت داخل السجون. ده كلام شديد الخطوره ولازم يتعالج. اما يطلع مثلا احكام اعدامات بال 500 وال 600، ما هو يا جماعه الكلام ده ورا بعضه لازم يبقى فيه موائمه ويبقى فيه حتى يعني مع ما لا بتدخل في قضاء ولا بتدخل في احكام ولا يجوز لي، لكن انا بتكلم في الموائمه وروح القانون والرؤيه لايه اللي بيحصل في الخارج، الحاجات دي بتتشاف ازاي؟ اللي بيدفع الثمن الرئيس السيسي اللي هو دلوقتي راس الحربه بتاعتنا في اعاده وضع مصر في العالم، فلازم كلنا نبص للموضوع نظره صح ونفهمها صح ونتحرك عليها في الداخل وفي الخارج صح. رجاء مش انا طبعا انا مش بتاع يعني تهليل وخلاص، انا عايز انا هدخل ده ان شاء الله عمليا، نجيب ناس هنا من الاحزاب من القيادات من الناس اللي بتتعامل مع اعلام بره تيجي ونقعد ونحط خطه ان شاء الله على الهوا وناخد اراء الناس نعمل ايه وناخد اراء المصريين بره اللي بيفهموا المجتمعات اللي عايشين فيها، مهم جدا. اليوم على العموم النهارده بادئ بدري جدا ومبكرا من ساعه ما كانوا الوفد الشعبي مسافر من المطار، زميلي الاستاذ محمد سيسي من مطار القاهره من الصبح رصد الاجواء والنوايا والروح للوفود اللي رايحه الى برلين من القاهره، نشوف التقرير اللي جاي. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا، بجهودنا يا ناس هيكون اجمل والفرحه يا عم على بلادنا. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا، بجهودنا يا ناس هيكون اجمل والفرحه يا عم على بلادنا. مصر الغاليه ام الدنيا. زيارة مهمة جدا، ألمانيا تحديدا هي تقود الاتحاد الأوروبي ومواقفها مع مصر متباينة، أحيانا تضع قدما هنا وقدما هناك. الهدف هو توصيل رسالة مهمة جدا للشعب الألماني أن الشعب المصري بكل أطيافه يلتف حول المشروع الوطني الذي يمثله الرئيس السيسي، وأن الشعب المصري بكل أطيافه يلتف حول قيادته، ونوصل لهم رسالة إلى أنه مصر آمنة ومصر تواجه إرهابا مسلحا، وإنه في ظل كل هذه الظروف سندافع عن مشروعنا الوطني. أنا من الناس اللي متفائلة بالنتائج بتاعت الزيارة، متوقع إنه هيحصل مناقشة مهمة هتتم ما بين أنجلا ميركل وما بين الرئيس السيسي، هيبقى فيها حاجات أكيد بتتعلق بالوضع الداخلي في مصر دايما ما لا شك فيه، بس أنا متأكد إنه الرئيس هيقدر إن هو مش هيوجه دفة الحوار لمنطقة تانية، لكن هيقدر إن هو يرد إجابات واقعية حقيقية عن اللي بيحصل في مصر، لأنه زي ما بقول لك ده متوقع. متوقع إنه النتيجة تبقى إيجابية جدا، وهيحصل تفعيل أظن لمجموعة بروتوكولات كانت اتمدت في شرم الشيخ، وأظن إنها هتتفعل وتطلع بعد كده تبقى في مجال واقعي. يعني هتظهر فيها أول حصاد يخص مؤتمر مارس الاقتصادي، وهي توقيع الاتفاقيات الأربعة مع شركة سيمينز الألمانية. احنا بنتكلم في ثلاث محطات كهرباء تكلفتهم حوالي 4 مليار دولار، وبنتكلم في ما هو أهم مشروع، وده ربما يكون أول مشروع محور تنمية قناة السويس الجديد، مشروع لإنتاج ريش مراوح التوربينات الهوائية. فاحنا بنتكلم على بوادر الخير بتاعة المؤتمر الاقتصادي بشكل رسمي. لابد من استغلالها استغلال جيد علي، يعني شرح ما يحدث في الداخل المصري، شرح حقيقي على الأرض بعيدا عن وسائل الإعلام المزايدة في الغرب، وأيضا تقارير منظمات المجتمع المدني غير محايدة الحقيقة عن الوضع الداخلي. غرفة توجهت بالدعوة لعدد هائل من الفنانين والمفكرين والمثقفين والكتاب، والحقيقة الكل استجاب وبروح عالية جدا لإتمام الزيارة دي. وإحنا من جوه ألمانيا هنقول للإخوان الإرهابيين إحنا المصريين أقوى منكم حتى في ألمانيا. في وفد شعبي من فنانين وكتاب وأدباء ومطربين ورجال أعمال وكورة وكل فئات الشعب طالعة إن تدعم الرئيس السيسي، وتقول ان احنا رايحين ونوري وجهة مصر ان احنا واقفين جنب بلدنا، لان الرئيس رايح هناك عشان يقف جنب بلده اساسا، فاحنا رايحين
وراه. الرئيس السيسي بيحب مصر واحنا مصريين بنحب مصر زيه بالظبط، ولما رئيسنا يكون في مهمة احنا كلنا يعني اذا اتيحت الفرصة لاي حد يقوم بالواجب ده انه كلنا نكون حواليه، وهو مش حواليه هو في شخصه لان هو رمز لمصر فاحنا حوالين مصر. فكرة يعني جادة بدليل ان احنا صحيين من الساعة 5 الصبح وجينا، اي شيء يعني لصالح مصر وحيفيد مصر احنا مش ممكن كمواطنين، سيبك من اننا فنانين او اعلاميين او كذا، هنلبي الندى. يعني المهم ان احنا نعمل نقدم شيء يساند مصر ويؤيد مصر ورئيس مصر، انه في النهايه هو الواجهه بتاعتنا. اوعوا تقللوا من حكايه الوفود الشعبيه دي، والله انا عارف انه في بعض السخرية على الفيسبوك وكده، لكن أنا بقول شهادتي لله وللوطن. يعني أنا كنت رايح طبعا مع الوفد، وبعتقد أن دي حاجة مرهقة جدا ومتعبة جدا. أنا سافرت مع رئيس نيويورك وبرضو كان في وفد إعلامي. لا دي مش ترفيه خالص خالص، انسى الموضوع ده، شغل على طول، لقاءات مع ناس، تعب، إرهاق، ناس سايبه بيوتها مش واحد تتفسح. ما تقوليش مثلا ان يسرى ولا الهام ولا ممدوح عبد العليم ولا محمد الامين ولا علاء الكحكي ولا كل الناس اللي راحه دي، ما هم بيروحوا اوروبا دي في حاجات تانية، ممكن يروحوا في ترفيه، هم رايحين في رساله. فاحنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه حسن. الموضوع ده العمل الشعبي ده عمل مهم جدا ومفيد جدا، والتواصل ده مفيد للغاية، في فرص يقابلوا ناس، يقابلوا صحفيين، يقابلوا إعلاميين، يقابلوا ناس من يقابلوا دبلوماسيين، يدوا رسالة شعبية. والدور ده مش عايزينه بس في رحلة الرئيس، لا بالعكس، احنا عايزينه في حاجات كتيرة جدا جدا طول الوقت، نبقى شغالين عليه من بدري. محتاجينه. عايز في كلمة في التقرير عايز أعيدها تاني، لأن أنا قلت لحضراتكم بارح الرئاسة بتصرفش على حاجة. ده الفريق مهاب ميش بيقول لي امبارح احنا هنعمل حفلة قناة السويس مش من موازنة العامة. اللي عايز يساعد يساعد، في حرص شديد جدا على حماية الموازنة العامة من اي حاجة. دول ناس طالعين على نفقتهم وعلى نفقة غرفة صناعة الاعلام، اللي هي عايزة الرسالة توصل بجدية على قد ما بتقدر، وكل واحد على قد ما بيقدر يعمل حاجة يعملها. اي المصري اللي راكب قطر من امستردام رايح بيه برلين علشان يرفع علم مصر ويدي رساله للشعب الالماني، ده دور، ودور كبير ومهم، لان الحرب كبيره والله، والله العظيم كبيره، والله كبيره من غير مبالغه. احنا دلوقتي مطمنين لان احنا متدفيين ببعض وجنب بعض وقادرين نشتغل سوا، لكن الحرب كبيره ومحتاجه جهد اكبر. محمد الامين بيقول ايه عن الغرفه؟ هنسمع الحته دي مقتطفه من التقرير. غرفه توجهت بالدعوه لعدد هائل من الفنانين والمفكرين والمثقفين والكتاب، والحقيقة الكل استجاب وبروح عالية جدا لإتمام الزيارة دي. وإحنا من جوه ألمانيا هنقول للإخوان الإرهابيين إحنا المصريين أقوى منكم حتى في ألمانيا. إن شاء الله يكون خير ويكون دايما أقوى بإذن لا إله إلا الله بوحدتنا ووجودنا مع بعض. نشكر المهندس محمد أمين من ألمانيا وضمن الوفد الشعبي، هؤلاء المتمردون الذين كانوا الحجر الأكبر في بحيرة راكدة نحو ثورة 30 يونيو، حركة التمرد. محمد نبوي قيادي بحركة التمرد من برلين، أهلا بك يا محمد. مساء الخير يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ مساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك، شايفك بتهتف في الفيديوهات ما شاء الله، يعني انت في المانيا وبتهتف، قول لي الهتافات ايه واهميه الوفد اللي انت فيه ده ايه؟ طيب خليني في البدايه اوضح نقطه بس بعد اذن حضرتك يا استاذ خالد. احنا لينا الشرف ان احنا من نواه ثوره 25 يناير اللي صححت مسارها في 30 يونيو واللي اعترف بها الشعب ان هي ثوره شعبيه اطاحت بالتنظيم الارهابي. عايز اقول لحضرتك هتافنا مستمر من ميدان التحرير من الاتحاديه لبرلين لكل بلاد العالم، ومستعدين نلف بلاد العالم كلها عشان نحمي ثورتنا، عشان ناكد للعالم كله ان احنا بنلتف حول المشروع الوطني اللي بيمثله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان مصر لن تخضع للارهاب، وان مصر ستحارب الارهاب وستواجه اي ارهاب ان كان ارهاب معنوي او ارهاب حقيقي بيمارس على ارض الشارع.
احنا سعداء جدا ان احنا بنساند الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، بنساند مشروعنا الوطني اللي بيمثله الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة ان احنا يعني حاولوا بعض المرتزقة اللي بيكونوا حريصين ان هم بس يعملوا بعض الفيديوهات يبقوها على قناة الجزيرة الإرهابية، حاولوا ان هم يحتكوا بي انا واستاذ احمد بدير النهارده في المطار، واحنا كنا يعني حريصين جدا ان ما يكونش في اي تجاوز منا، لان احنا اي تصرف بيصدر مننا بيعبر عن اخلاقنا وعن بلدنا. والحمد لله يعني قدرنا نطلب الشرطه، والشرطه جت اتعاملت معاهم في وقتها، حتى لما حاولوا ان هم يتبلوا علينا في ان احنا شتمناهم وكده ما قدروش يثبتوا الكلام ده طبعا، لان الكلام ده مش حقيقي. احنا اخلاقنا يعني النصب عننا. النصب في كل حته، بتضليل في كل حته يا اخي، يعني نصابين. دي حقيقة. النقطة المهمة اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليها يا أستاذ خالد، أي حد بيحاول يشوه أي شخص بيشارك في الوفد اللي بيساند الدولة المصرية ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيشتغل خدام عند الإخوان، لا أكثر صحيح. ولا أقل. شكرا يا نبوي، بيشتغل خدام عند الإخوان، بشكرك شكرا جزيلا. محمد النبوي من برلين، تقديري أننا في حاجة إلى المزيد من الوفود الشعبية، مزيد من الزيارات، مزيد من العمل المنظم على المستوى الشعبي. ليه ألمانيا مهمة وليه ألمانيا قوية؟ زملائنا في الإعداد عملوا تقرير مهم جدا عن ألمانيا بالإنفوجرافيك، ألمانيا بالأرقام. هنشوف التقرير ونرجع فاصل وبعدين نرجع لكم، هستناكم.